اني لعن الهم اني يماي واللي حزينه يماي هو اللي يقول حسين ابو غصه يلعن لهم عنين الراح ليا وعلى الصبح ضعنهم نديمه يماي واللي حزينه يماي نديمه يولي اي هو اللي عن الهوى يا 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 ول على الطبوش ابو دواش لعن لهم عنين الراح ليا وعلى الصبح ضعنهم راح ليا يا ولد محالي يا دمحالي ابن امي يا دواش ابو فادي يا ول راح يا ولد حالي على الطبوش ابو دواش دم حالي يا ولد حالي ابن اخوي الراح ليا يا ولي قيار ومنه ما شفت غير العذاب يا ولي عبد الله يا ابو محمود دمعي لدهدي ومن حدر زي جثوم بعد امي نوبل 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 نوب يا يماي ولي يا دمعي لدهدي يا 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 ولا اللي ودي يا يا ولا اني هين هين يا احمد الدير يا اخويا هين 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 يستاهل احمد حبيبي احمد هيولي احمد الدير من هو اللي ودي هيول على الطب ووش السلام للغالي معودي اين بعد امي هيا با هيا با من هو اللي ودي يا 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 هيول احباب قلب سكنام يقول احمد الدير احباب قلبي يطبوش احباب قلب سكنه يا يام هي ول على ابو دواش ويا حيف جو تراب ويا حيف جو تراب ويا حيف جو تراب يقول خالد ابو ابراهيم يا احمد الديري يا ول على الطبوش يا حيف جو تراب ويا حيف جو تراب يا ول بس هذا حكم الغدار يا ول وعنهم نظل بعياد يا ول بس هذا حكم الغدار نديمه يمه يا ولي يا ول على ابو جريح وعنهم نظل بعياد يستاهلون